أيضا مشاهدينا، أكدت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال الثاني المعتقل في قطر أن وضعه الصحي خطير، وأشارت في بيان إلى أنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه، كما أشارت إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه، وناشدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية للتدخل بشأن زوجها المعتقل. وعلى الرغم من اعتقاله منذ 7 سنوات إلا أن السلطات في قطر لم توجه أي اتهامات للشيخ طلال الثاني، كما أنها رفضت تقديمه ولا تزال إلى محاكمة عادلة. مشاهدينا، لمزيد من المتابعة والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات. أرحب بك دكتور معنا في هذه الجولة من الآن. بداية بعد التحية، يمكن اعتدنا على هذه الانتهاكات من قبل قطر للعمال وللمواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان في قطر، لكن اليوم يمكن كما قرأت في هذا الخبر يعني أريد تعليق حضرتك على أن الشيخ طلال الثاني الآن معتقل في قطر، هو في وضع صحي خطير حتى أن العائلة لا يمكنها التواصل معه في هذا السجن، كيف تقرأ هذا الخبر؟ في الواقع الحاصل في الدوحة مش جديد، هي أحداث بتتكرر. نعم. وهذه المناشدة التي تقدمت بها السيدة أسماء زوجة الشيخ طلال هي مناشدة متكررة، ومش بتعمل هذه المناشدة في مكان مغلق أو مكان بعيد عن الحياة، لا دي بتناشد وهي موجودة على الأراضي الأوروبية وبتخاطب ما كان معروفا لدى العالم أو اللي كانوا بيدعوا أن هم الإعلام الحر وحرية المواطنين وحرية الرأي وإلى آخره، ولكن يبدو أن الأصوات التي تنادي برفض سلوكيات عملاء الغرب لا صدى لها في هذا العالم الأوروبي الذي لم نرى منه خيرا على مدى السنوات الماضية. المشكلة الأخرى أن الديوان الأميري الممثل في الولد اللي اسمه تميم، هذا الولد المراهق المرتبك عصبيا ونفسيا والذي لم يجدي معه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية في أن يعالج سلوكياته وحالاته العصبية المتتالية، هذا الولد نتيجة إحساسه بالتدني أو بالدونية العالية فهو يحاول أن يتخبط أكثر فأكثر فأكثر. اللي بيحصل أن في خطايا خطيرة بتحصل مع العمالة الخارجية اللي موجود عشان تعمل لهم استادات الكوره اللي هتبقى خرابه بعد الاولمبياد ده اذا حصل هذا الاولمبياد على ارض قطر، لكن ماذا بعد ذلك؟ لا شيء، هو سفه في انفاق المال، سفه في انفاق المال على الارهاب في العالم العربي والاسلامي السني بالتحديد، سفه في العماله لايران ولتركيا، سفه في او اخطاء لتصل لدرجة الجرائم الدولية والجرائم العنيفة في حق الإنسانية بترتكب مع أفراد الشعب القطري، ثم يرتقي هذا الفجر القادم من الديوان الأميري القطري ليتوجه إلى أبناء القبيلة الحاكمة وهي قبيلة ألساني ممثلة في شيخ طلال وفي غيره. صحيح، لكن شيخ طلال عنده أطفال، عنده 4 أطفال. الشيخ طلال راجل محترم، ولما لقى ان في مشكله بين حمد بن خليفه ووالده، والده طلع على السعوديه واستقر هناك، وهو طلع عاش مع والده هناك هو ومراته واولاده. بعد ما والده توفى في السعوديه هم بعتوا له من يستجدي ان يعود الى الدوحه لمحاولة غسيل وجههم ظاهريا، انهم عايزين يبقى شكلهم حلو ظاهريا، انما في الواقع انه هو كان استدراج عشان ينتقموا من والده الذي توفى بانهم اودعوه السجن وهو مريض،
ويحتاج إلى علاج، ولكن لا علاج لأن هم ما عندهمش غير مؤسسة حمد الطبية، ودي مؤسسة بتعتمد على الأجانب من الألف إلى الياء. إذن دكتور، هنا في هذه النقطة بالتحديد، يعني حضرتك ذكرت أنها ليست المناشدة الأولى، هناك مناشدات متكررة في الدوحة، إذن لماذا لا يكون هناك يمكن ردة فعل أو وقفة من قبل مفوضية حقوق الإنسان وأيضا من قبل المجتمع الدولي؟ إذا رأينا شيئا غريبا أو مستغربا علينا أن نعمل العقل، نعم، ونحاول أن نفسر ماذا يحدث. ما يحدث هو أن المال القطري الذي استخدم بسفه مع الإرهابيين في دعم الجماعات الإرهابية في سبيل تخريب العالم وفي سبيل تخريب عقول العالم العربي تحديدا عن طريق القنوات التلفزيونية المعادية ممثلة في قناة الجزيرة وفي قنوات أخرى تابعة لها بتدار من تركيا، ولكن بنفس المال القطري، نفس هذا المال اتحرك، وكمان نفس المال استخدم مع في إيواء الإرهابيين سواء داخل الدوحة أو في أراضي أخرى سواء في آسيا أو في أوروبا، إيواء الإرهابيين ومعيشتهم من الألف للياء ودلعهم كمان الإرهابيين اللي هو كل هدفهم إن هم يسقطوا حكومات دولهم. لماذا لا يستخدم هذا المال في أشياء أخرى استخدم في بالفعل؟ في هذه النقطة يمكن دكتور محمود كان هناك وقفة شبابية واحتجاجات من قبل الشباب في قطر وفي الدوحة بأن هذه الأموال من المفروض أن تكون موجهة لهؤلاء الشباب وليس لدعم الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية. يا سيدتي، الشيخة موزة بتتولى المسيرة بتاعة الدوحة إلى الفناء وهي معجبة بفكرة لا يمكن أو بأوضاع لا يمكن تطبيقها في قطر. أنا عشت في قطر وعارف الوضع هناك إيه، وعارف النظام إيه، وعارف القدرات البشرية إيه، ثم حجم التواجد الأجنبي المخيف اللي موجود، وأنا شاركت في محاولة تحديد هذا التواجد الأجنبي اللي كان متداخل في أخطر الأجهزة المفروض مفترض ان في اجهزه كده تبقى من المواطنين، ولكنها كانت قائمه على الاجانب، وحاولت اعمل اصلاح بقدر ما استطعت. انما اللي حاصل ان الشباب لا يملك في النهايه، لان ده راجل جايب عنده قوه حرس، الحرس بتاع ايران، الحرس الثوري ده، دي بتحميه شخصيا، حمايه شخصيه، ثم قوه عسكريه بتحمي المنظومة بتاعته جايبها من تركيا، وباتفاقية ما يعملهاش واحد غبي مهما كان درجة غبائه، واحد بيقول انه هيدافع عن تركيا وتركيا تدافع عنه، وهيدافع عن تركيا بمين يا ترى؟ شيء يدعو للحزن وللسخرية في نفس الوقت، والسخرية، بس السخرية من مين؟ من ولد ضيع بلده وحط بلده وحط شعبه في أزمة صعب جدا الخروج منها، باتفاقيات عمال يمضي عليها وهو مش دريان هو بيمضي على ايه، وما فيش مستشارين معاه بيتخذ رأيهم، وهو اساسا لا يملك هؤلاء المستشارين، فبيعتمد على مستشارين من اشد واعتى اعداء الامة العربية والاسلامية، واعتى اعداء الشعب القطري والدولة القطرية الحقيقية، هم دول المستشارين بتوعه اللي بيودوه في داهية اكتر علشان يفضل. وصلت الفكرة، أشكرك أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.